ترند الاهلي النهارده والكلام كان على النادي الاهلي ازاي وتحديدا في السوشيال ميديا. خلينا نبتدي بحساب النادي الاهلي على تويتر واللي بيتكلم او دي حساب قناه النادي الاهلي كمان وبيتكلموا على ايه؟ قرابه العشر سنوات على اخر هزيمه للاهلي امام الاسماعيلي فات حوالي 3582 يوم عن اخر هزيمه طبعا من النادي الاهلي امام الاسماعيلي. اكيد نتمنى كل التوفيق للاسماعيلي ان هو يرجع زي الاول عشان يبقى في منافسه على بطوله الدوري. فريق اسماعيلي من الفرق الكبيره يرجع وينافس كل حاجه، لكن بعيد عن النادي الاهلي برضو ما يكسبش النادي الاهلي. ده كان حساب قناه النادي كمان.